سلام البنات، اش اخباركم البنات والدراري؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي اليوم، كيف كتشوفوا في العنوان اليوم ندير لكم تحضيرات رمضان. ماشي تحضيرات اللي سمعت تحضيرات غيكون والله شنو درت، ماشي شي حاجه صراحه ما كنوجدش بزاف، ولكن حبيت نشارك معكم داكشي اللي حضرت. نتمنى ينال اعجابكم، تبعوا معايا لا فيديو وشوفوا واش عجبكم ولا لا، ردوا لي في لي كومونتير. دابا نشارك معكم المشتريات اللي شريت. الصراحة خديت شي حاجات ماشي سوبرات، ماشي زلايف، ماشي طباخ، شي هادشي كامل اللي كياخدو الناس، اللي مولفين الناس كياخدوه في هاد الشهر المبارك. انا خديت شي حاجة باش ننظم صراحة الكوزينة ديالي، باش نقدر نتحرك فيها بكل إرياحية في هاد الشهر المبارك هذا. مهم نبدا معكم. بالنسبه لهذا الشيء اللي شريته البنات، خديتهم من بنات طنجه، خديتهم من بين المدينه. بالنسبه اللي ما كيعرفوش، كاين انفاس مع جامع بدر في شارع مولاي يوسف. خديت من عنده هذا الشيء، الصراحه كيدير لي بروموسيون زوينين وعندو كيجيبو حاجات زوينين بزاف. خديت من عندهم هادو، تشوفوا كيتزيروا مزيان البنات. معروفين ولاو دابا بزاف هادو، دير فيهم العدس، الشعريه، القطن المهم، لي باطو، كلشي كتحلوها، كديروا كلشي هنايا. من كتبغيو تخويو كتخويو هنايا. وفي ما عرفتش واش غيبان ليكم، فيه العبارات هنايا. خديت منهم اربعه، وخديت هادو معروفين هما كيديروا في الثلاجات. صراحه انا ما غنديرهمش في الثلاجه، تقدروا من بعد تشوفوا معايا فين غنديرهم، ما عرفتش الصراحه، ولكن المهم شي مره ان شاء الله في شي روتين ولا شي حاجه. دابا رمضان نقدر ندير لكم شي روتين وغتشوفوا فين غنديرهم. وخديت الماس هادو خاصني في الطاب، هادي اللي على شحال وانا كنحلم بها، واخا الصراحه ما كبيراش، ما لقيتش الكبير، لقيت غير هادي صغيره. هي كيف كتشوفوا، خديت هادي، هادي اللي صراحه عجبتني بزاف 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 بزاف. كتشوفوا كتجمع فيها لي برودوي باش كتنظفوا الدار ديالكم. ها هي، عييت نقلب على البيض، كنت شفت عندهم البيض شحال هادي ما خديتوش. دابا فاش جيت كنقلب ما لقيتوش. صافي خديت هادشي هذا، وخديت هادي عصير الليمون إلكتريك بلا ما نحلها البنات. هذا هو الشكل ديالها. صافي هادو هما المشتريات ديالي رمضان، الكوزينتي ماشي لرمضان. صافي دابا نخليكم مع بقيه الفيديو، يلا بسلامه. انا البنات بديت في تحضير الصفوف، جيت كنحمر الزنجلان. هنايا درت نص كيلو الزنجلان ودرت نص كيلو د اللوز، المقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف. ودرت نص كيلو د اللوز، درت 4 كيلو د زريعه الكتان، 4 كيلو د الصوجا، 4 كيلو د الايلان، درت غير شويه صراحه ما عبرتش، درت حبه حلاوه وشويه د النافع، درت كيلو د الطحين فورس. صافي هادشي كامل كنحمرو، هانتوما تشوفوا في لا فيديو. من بعد عاد كنطحنو، المهم باش نخليكم تفرجوا في لا فيديو راه هي كتوضح نفسها. صافي من بعد عاد كنخلطو، اتبعوا معايا لا فيديو، كلشي فيه بمشروح. نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا.
كيف شفتوا في الفيديو طحنت كل شيء الا السوجا والا نطحنهم عند مريم الحريه. هادو قاصحين صراحه ما طحنهمش ليكم هادي ديال الطار ضروري ديهم يعني المريم العطريه هما العناصر ديالي كاملين من غير السوجا والا حيت هاد الساعه باقي ما في هاد الهضره هادي كنت باقي ما طحنتهمش. صافي هما كيف كيجيو كيف لاحظتوا راه اللوز كنحمرو غير في مقله اولا في الفران يعني ما كنقشروش وما كنقليهش. صافي انايا جيت كنحمر في الطحين انا كنحمرو في الفران كيجيني ساهل. كاين اللي كيحمرو في كوكوط كاين اللي كيحمرو في مقله كل واحد غيدير الطريقه اللي كتريحو. صافي حتى كنسالي التحمر ديالو وكنخلط الشوف ديالي. هو السفوف ديالي كيف كيجي البنات نتمنى نال اعجابكم غير جربوه بالطريقه ديالي راه غيعجبكم بزاف. صافي هكا كنكون ساليت الفيديو ديالي وغنقول لكم السلام عليكم. الناس اللي اول مره غيشوفوا لاشين ديالي ما ينساش يديروا زر ابوني او اشتراك او سبسكرايب ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم باي باي.